أحد الأزواج يقول: زوجتي سيدة فاضلة، إلا أن بها بعض العيوب الجسيمة، وهي إفشاء أسرار حياتنا بصفة عامة والأسرار الزوجية بصفة خاصة للأقارب وللجيران، وقد حذرتها أكثر من مرة فلم تقبل التحذير، فهل طلاقي لها ليس فيه كراهة؟ إفشاء السر له خطورته، وبخاصة إذا كان في الأمور الهامة على المستوى العام كأسرار الدول والحكومات، وعلى المستوى الخاص كأسرار الأسر والشركات والجماعات. وإفشاء السر منهي عنه بما فيه من الإيذاء والتهاون بحقوق الغير. في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وحسنه: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. وفي تاريخ الإسلام أحداث كان إفشاء السر فيها خطيرا، من ذلك نقل حاطب بن أبي بلتعة سر مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه لغزو مكة، ولم يعصمه من القتل إلا أنه قد شهد بدرا وكان قصده حسنا. ونقل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حديثه إلى بعضهم، كما قال تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. ومن الأسرار التي لها حرمتها ما يحصل بين الزوج وزوجته في الخلوة الخاصة. وقد أخرج أحمد بن حنبل عن أسماء بنت يزيد بن السكن أنها كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال: لعل رجلا يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فأرم القوم أي سكتوا، فقالت: يا رسول الله، إي والله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. فقال صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فكان منهما ما كان والناس ينظرون. وروى مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفدي إلى المرأة وتفدي إليه، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. هذا في السر الخاص. أما الأسرار الأخرى للبيوت فلا ينبغي إفشاؤها لغير من تهمهم مصلحة الأسرة من الأقارب، بل إن البيوت الكريمة تحاول أن تخفي أسرارها حتى عن أقرب الناس إليها، لأن السر إذا خرج أو غرى الصدر إلى جانب ما يترتب عليه من آثار ضارة، أقلها السماتة عند معرفة العيوب التي يشكو منها أحد الزوجين. وكثير من الناس يتصيدون أخبار البيوت للإفساد، وللنساء في مجالسهن الخاصة أحاديث متشعبة وخبر أم زرع بشأن النسوة اللاتي تحدثن عن أزواجهن معروف، على أنه لا بأس لإفشاء بعض الأسرار عند الحاجة بقصد الإصلاح، كما سكت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقتير زوجها أبي سفيان، وذلك عند التقاضي. أما الحديث لمن لا يرجى عنده إصلاح فممنوع، ففي حديث مسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن كتم سره كان الخيار بيده. وأنصح الزوج صاحب الشكوى أن يصبر على ما يبدو من زوجته إذا كان هناك رجاء في صلاحها، فإن لم يكن رجاء فله أن يطلقها ولا حرمة في ذلك. والله أعلم.